عسلامة مسيو. بونجور. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه نتعرفوا عليك؟ عبد العزيز العوني. عبد العزيز جيتنا من باريس. باريس. من باريس. مقيم في باريس. حبينا نحكيو على المقيمين الغير شرعيين في باريس والوضعية نتاعهم. الوضعية نتاعهم لاباس عليهم حتى يرقد في الشارع ولا واحد. معناتها ليتا فرونسي يعطيهم يناد دو 500 اورو باش ما يقعدش في الشارع، وعامل لهم دي زوتيل فيهم دي شامبر دي شامبر دي شامبر باش يبات بهم، ما يخليهمش في الشارع. فهمتني؟ وفما حراقه اللي بيع النفا واللي مش داخلين في الجو اللي يحب. فما انواع مسيو، فما اللي يقرا وصل وعنده شهيده لكن ما لقاش خدمه هوني، مشى هجر هجره غير شرعيه اللي هي الحرقه. ايه؟ ينجم ينجح، ينجم فما بوسيبيليتي انه ينجح. ايه؟ وفما اللي مشى ما عندوش لا شهاده لا فلوس لا حتى شيء وما يعرف يعمل حتى صنعه. ايه؟ يقعد مطيش في الشارع. لا 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 عمره ما يطيش في الشارع. احكي لي انت الصحيح. الصحيح نقول لك عمره ما يقعد في الشارع، يعني ما عنده حتى شيء. يلقاو له يعطيوه 500 اورو باغ موا باش يعيش بهم بشويه بشويه، يدخل جماعه تطاوين شاورما والواحد وكل شيء واللي يخدم اونوا بشويه بشويه يحسن روحه يحسن روحه حتى يلقى طفله باش يعيش معاها واحد ويتزوج ويعمل البابي نتاعو. فهمتي؟ معناها يحكيوا معانا مقيمين بالخارج ويقولوا اللي الحراقه يعانيه معاناه كبيره. لا. وفي الشارع و... لا 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 يكذب. الدوله ماهيش لاهيه بهم، الامباساد نتاعها مش لاهيه بهم، ولا القنصليه ماهيش لاهيه بهم، مش حاسبتهم. فهمتني؟ لازمها الدوله، هي الدوله التونسيه هي اللي تصنع لاولادها الحراقه. فهمتني؟ الله يرحمه بورقيبه، وقتها كانت الامباساد في باريس، الرؤساء يجيو للامباساد ما يمشيش عندهم هو. قال لهم يجيو عندي في تونس. فهمتني؟ على خاطر عندها قيمه. واستحفظ عليهم الكل، الحراق الكل. اللي يعطيه الباسبور نتاعو واللي يبدل له الباسبور نتاعو واللي يبدل له بياس ايدونتيتي نتاعو والدنيا كل اليوم تمشي تبدل في الكونسولا في تونس للحراقه. قالوا لا ما نجمش نبدل لك. حكيت شويه هكا مع الحراقه التوانسه في ديوني. كيفاش تحكي وشنو هو الحوار اللي يصير ما بيناتكم؟ الحوار كل واحد يحب يلوج طفله باش يتزوج وباش يعمل لي بابي نتاعو باش يقعد لهنا. سهل انك تتزوج اجنبيه غادي؟ سهل اسهل حاجه، اما اللسان تعرف تتكلم، تعرف تتكلم، تعرف كيفاش. ما شاء الله احنا ولاد تونس عندهم لسان باهي. اي حسره نتاع لي زاني 60 جيسكا لي زاني 80 وتوا مال اللسان. انت اركب في المترو ها وشوف اللسان نتاع التونسي. لا ما هو كيحب، معناها كيحب يوصل لحاجه يولي يعرف يتكلم ويعرف يحكي وعندهم القبول. توانسه اولادنا عندهم القبول ما شاء الله. ما شاء الله عليهم، والله يا ربي يكثر منهم الناس. ها ربي يعطيهم القوه. شو احوالكم؟ ربي يعطيهم القوه. ها مي فريمون توانسه باهي. شو كان حبوا بلادهم تولي خير من دبي. صحيح. فهمتني؟ اي جو بو تو لاسوري. مش على حاجه. انا عندي ولد بنتي تو يقرا في فاكولتي عندي في باريس 3 ans. ديما يموت على تونس وواحد وكل شيء ويحب لا فرنسا ما نحبهاش. قلت له اقرا بابا اعمل تون تويك اعمل لا نحب نمشي لامريكا. قلت واقرا ساعة خذ وبعد تو نهزك حتى بودي بوند. فهمتي؟ ها هاكا توا راه اسمع مو التجارب تاع التونسي. هل التونسي يعاون خوه التونسي في الغربة؟ لا ولا تونسي يعاون تونسي. والله كما نحكي لك كان في مقدوره يعاونه لا ماديا. يحب التونسي نتاعو ديما اللوطه وهو خير منه.
نقصد مثلا يعاونوا بالفلوس خاطر فما عباد ما تنجمش تهز لدارها. جامي جامي ولا واحد يعطي ان سنتيم. هذه نقولها لك 100%. علاش؟ سو كوم سا سيتي اون مونتاليتي. سيتي اون مونتاليتي. حقيقة ما توقعتش خاطر نعرف في التوانسة معناها يقفوا مع بعض خاصة في الغرب. وراسك ها؟ بما انك عايش انت 70 سنة غادي مسيرة وانت أدرى. وراسك انت أدرى. التونسي يجي قول له يجي يخدم. عندك برمي واحد كل شيء ها؟ عندي كراب واحد كل شيء يجي يخدم واحد. لا صعيب عليا واحد كل شيء. اعطيني 500 اورو خير همش ندبر بهم راسي وواحد وكل شيء. انا ما نعطيش هكاك. هاك عاونت انت كي قلت له اجا اخدم ديجا عاونت. دونك التونسي عاون. اي مي بوغ تو دير يحب الفلوس اما ما يحبش يخدم. انا ما نحبش نعطي الفلوس بلاش خدمه. عندك الحق انت عاونته كي دبرت له خدمه عاونته. فهمتني؟ باش يقول له اجا اخدم تاخو ميتون لا جورني 200 اورو. ها؟ قول له اخدم. قول لي لا فاتيكي وظهري يوجع والدنيا كلها. علاش هو مهاجر؟ ما باش يخدم. مهاجر بحاجة أخرى فكرة أخرى. وعندك حاجة أخرى في الهجرة. البنات خير من الأولاد. كيفاش؟ ها؟ يخدموا البنات. كلها فام دومين عاج ولا تقول تخدم واحد وكل شيء انت تمشي واحد عند الفرنسيس واحد وكل شيء يعاونوها يولي يحافظوا عليها واحد يعطيوها البيت فين تسكن يعطيوها للواحد ويلهين بها يعملوا لها البابي نتاعها ويعملوا لها الدنيا الكل. فهمتني؟ اما الراجل لا بخو انتريور باش نهبط كرهبة باش نهبط كرهبة بتبعث لأمي والبابا الفلوس ويبامبي ويلبس وواحد وكل شيء يبامبي على الجيران نتاعو ولا على صاحبته اللي في تونس يبامبي عليها باش تهبط راسها. فما سيتي المونتاليتي دي جون دوجوردي. ربي يسر هذاك شو اما باش تنصح الشباب الخدمة والقراية اللي يحب يهاجر اللي يحب يهاجر اخدم اللي يجي. لا معناها ننصحوا بعدم الهجره والا تنصحوا بالهجره؟ لا عدم الهجره ويلزم ويلزم يخدم بلاده. واللي يحب يهاجر يهاجر في اطار قانوني. قانوني. وبعد اخرج قانوني وبعد تلقى الخدمه. فهمت؟ يعطيك الصحه على المعلومات هذه يا مسيو. وسامحني كان